السلام عليكم، احنا جروب 3 هنتكلم عن ال energy conversion. قبل ما نبدأ في الموضوع هنقول مقدمة سريعة عن ال thermodynamic flow. ال thermodynamic flow بتتكون من 3 قوانين، هي ال zero flow وال first flow وال second flow. ال zero flow قال لي ان لو في 2 systems في حالة thermal equilibrium مع system تالت، فده معناه ان التلات systems دول في حالة thermal equilibrium مع بعض. و ال first law of thermodynamics حط لي relationship ما بين ال internal energy وال heat وال work done by the system. قال لي ان ال change في ال internal energy بيساوي ال heat added to the system minus ال work done by the system، وده هو قانون ال conservation of energy اللي هو حفظ الطاقة. تمام. كان في عالم اسمه سيدا كارنوت كان بيدرس ال heat engine. لاحظ ان الهيت انجن كان عشان يشتغل بيأبزورب هيت عن طريق حرق الفحم اللي في الهيت فيرنسز عشان يجنريت ستيم اللي هتحرك البيستون المتوصلة بالعجل بتاع القطر. فلاحظ ان مش كل الطاقة او الحرارة الداخلة السيستم بتتحول لورك، في جزء مفقود في شكل حرارة، وده مش بيدعم الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، فعشان كده اتحط السكند لو اوف ثيرموداينامكس. بس قبل ما ندخل في السكند لو اوف ثيرموداينامكس، عشان نوصل اصلا ل 100% efficiency للسيستم لازم كل البروسيس تبقى reversible، بمعنى ان ال surrounding والسيستم يقدروا يرجعوا لل original state بتاعتهم، ودي هي ال Carnot principle. بس طبعا كلنا عارفين ان مفيش جهاز يقدر يرجع او يوصل لل efficiency 100% عشان بيبقى فيه moving parts اللي هي بتسبب لي فريكشن. الفريكشن ده اللي هو بيعمل لوست في الانرجي بشكل حرارة او كده. بس هو ده ال second law of thermodynamics، ان no cyclic process can convert the heat into work with 100% efficiency. تمام. واحنا قبل ما ندرس ده كله هنقول بس كده concept صغير بسيط، ان انا مثلا لو عندي دلوقتي 2 systems محطوطين جنب بعض، واحد سخن وواحد سائع، فطبيعي ان الحرارة هتتنقل من السخن للسائع، ده الطبيعي اللي هيحصل، ال spontaneous اللي هيحصل، بس ما ينفعش يحصل العكس. تمام. فعشان نفهم ايه اللي بيحصل ده هندرس حاجة مرتبطة بال second law، وهي اسمها الانتروبي. الانتروبي ده هو الجزء المفقود من الطاقة اللي لازم هيفقد في خلال عملية تحويل الـ heat energy لـ work. ماشي. أنا لو عندي الـ change في الـ entropy بيساوي زيرو، فده ده Carnot principle، إن هو كل الـ heat اللي هيدخل في السيستم هيتحول لـ work، بس ده طبعا مش بيحصل. بس عموما يعني ال change في الانتروبي بيساوي ال Q اللي هي ال heat in the system على ال temperature بالكلفن لل reversible system. أنا عندي ال change في الانتروبي بتاع ال universe بيساوي ال change في الانتروبي بتاع system زائد ال change في الانتروبي بتاع surrounding. ماشي. فانا لو عندي ال change في الانتروبي بتاع ال universe بيساوي زيرو، فده معناه ان ال change في الانتروبي بتاع السيستم بيساوي ال change في الانتروبي بتاع surrounding بس بعكس الساين، فهيديني زيرو، فده معناه ان ده ان العمليه دي reversible. تمام. انا لو عندي ال change في الانتروبي بتاع ال universe اكبر من الزيرو، فده معناه ان هو بالبوزيتيف، فده معناه ان ال process دي spontaneous، يعني بتحصل بشكل تلقائي، زي مثلا انتقال الحرارة من السخن للسائع، ده بيحصل بشكل تلقائي. ماشي. هندخل بقى بعد كده على موضوعنا اللي هو ال energy conversion. تمام. ال energy conversion اصلا معناها بالعربي اللي هو تحول الطاقة. فانا دلوقتي عندي طاقة هتتحول من شكل لشكل، فاحنا المفروض اصلا نبقى الاول عارفين ال sources بتاعت ال energy وال energy forms. هنفهم السلايد اللي بعدها. انا عندي sources للانرجي وعندي energy forms. عندي sources للانرجي زي الفوسل فيول، السولار، radiation، النيوكليار انرجي والحاجات دي. تمام. احنا هنلاحظ ان في sources للانرجي والانرجي forms اللي هي الكيميكال والنيوكليار والهيت والميكانيكال وورك والالكتريستي. بس كل الانرجي فورمز دي في الاخر انا بضطر ان انا اوصلها لشكل
انرجي معين اللي هو الالكتريستي اللي احنا بقينا بنستخدمه دلوقتي في كل حاجة في حياتنا عموما يعني. بس وهنبتدي بقى دلوقتي بقى نشوف بقى هي الاكزامبل للانرجي كونفرجن. بس كده من أمثلة الـ Energy Conversion الـ Heat Engines، دي محركات بتحول الطاقة الحرارية لطاقة ميكانيكية، منها الـ Internal Combustion Engine زي الـ Steam Engine. الـ Steam Engine ده محرك بيعتمد على الـ Steam Power، بيحول الـ Steam Power الـ Mechanical Work. فكرة عمله بيبقى عندي فحمة في غرفة بيحترق، فبيسخن المية، المية بتسخن لدرجة الغليان فبيطلع منها بخار، البخار بيمشي في أنبوبة لحد ما يوصل لبستون بيحركه، فبالتالي بيتحرك الأرم المتصل بالبستون وبتلف العجلة وبيحصل حركة. بعد كده بيبقى فيه فالف بيتفتح وبيطلع منه البخار. ده كان من أول المحركات اللي احنا استخدمناها، كان بيبقى فيها شوية مشاكل أبرزها إن الفحم لما كان بيتحرق فكان بيبقى فيه ضغط كبير جدا على البيرة في ساعات، في أوقات كتير، فكان بيحصل له إن هو بينفجر. تاني حاجة المسافة اللي كان بيمشيها الستيم مسافة كبيرة، فكان بيبقى فيه طاقة مهدرة زائد الطاقة المهدرة اللي كانت بتبقى موجودة في البخار اللي طالع من المدخنة، وكان بيستهلك كميات كبيرة من الفحمة والمية. هو اسمه internal combustion engine لأن مصدر الحرارة مصدر داخلي، الفحم بيتحرق داخل المحرك. بعد كده عندنا ال external combustion engine ال stirring engine. ال stirring engine ده اخترعه العالم روبرت ستيرنج عام 1816 بسبب عيوب ال steam engine. هو برضه heat engine بيحول ال heat energy ل mechanical work عن طريق اختلاف درجات الحرارة. فكرة عمله إن أنا بيبقى عندي الصوانتين، واحدة ملامسة لمصدر حراري والتانية بتبقى في الجو، أو مصدر في الجو عادي مش حرارة، بيبقى فيه هنا اختلاف في درجات الحرارة. في بين الأسطوانتين في غاز، في هنا في جوه غاز وبستون. فكرة عمل إن أنا بسخن الغاز اللي جوه هنا بالحرارة، فلما الغاز بيسخن فبيزيد حجمه، بيتمدد ويزيد حجمه، فبيضغط على البستون اللي جوه، فالبستون بيتحرك وبيحرك الأرم اللي متصل بالعجلة وبتحصل حركة. طول ما في مصدر حرارة وطول ما في اختلاف في درجات الحرارة هيفضل المحرك شغال. أول ما درجة الحرارة هنا تساوي هنا فهيختلف، فهيقف المحرك. الغاز اللي موجود هنا هو غاز الهيدروجين أو الهيليوم، لأنه غاز ما بيتغيرش الحالة الفيزيائية بتاعته باختلاف درجة الحرارة. فهو ده أفضل من الستيم انجن، عارف وأكثر كفاءة منه، تقريبا ما فيش طاقة مهدرة، هو نفس الغاز بيتم استخدام، هو نفس كمية الغاز يعني بيتم استخدامها، ما فيش غاز طالع زي البخار الساخن اللي كان بيهدر وكمية الوقود والمية. فهو أفضل من الستيم انجن وأكثر كفاءة منه. في منه أنواع، في منه تصاميم كتير وأنواع. أهم 3 أنواع فيه الألفا والبيتا والجاما، وهي نفس فكرة العمل بس اختلاف بس في الديزاين والابليكيشنز بتاعته. بعد كده هنتكلم عن الميكانيزم بتاع هتكلم عن الميكانيزم بتاعت الاسترنينج انجن. الميكانيزم بتاعته هو بيتكون من 2 بيستون، والتو بيستون دول بيتصلوا عن طريق 3 حاجات. اول حاجة الكولر، تاني حاجة الريجنريتور، تالت حاجة الورمر. تمام. وعندي كفاءة المحرك ده بتعتمد على حركة البستون. في السلايد التانية هعرف أكتر عن التكوين والتشغيل بتاعه. هو بيتكون من اسطوانتين، كل اسطوانة بيكون داخلها بستون، والبستون بيكون متصل بعمود للحركة. تمام. الاسطوانة دي واحدة فيها بتعمل كمستودع للحرارة، والتانية كانت بتعمل كمستودع للبرودة. تمام. وبرضو موجودة عندي أنبوبة، الأنبوبة دي بتصل بين كل اسطوانة والتانية، بيكون موجود فيها مادة عازلة. المادة العازلة اسمها ايه؟ اسمها ريجنريتور. أهميتها ايه؟ أهميتها بتعمل كمنطقة عازلة بين المنطقة الباردة والمنطقة السخنة. تمام. وبرضو بيكون موجود في الانجن غاز الهيدروجين أو غاز الهيليوم، بيكون موجود بين الاسطوانتين. وبرضو بلاحظ من حركة الفيديو ان الغاز بيكون موجود مثلا في المنطقه الساخنه، فيكون فيسخن
فيتمدد فيساعد ان البستون يتحرك من اعلى الى اسفل، بعد كده ينتقل للمنطقة الباردة فيخلي برضو البستون يتحرك من اعلى الى اسفل، وبالتالي نتيجة الحركة دي بتاعت البستون فالعمود اللي متصل بكل بستون بيتحرك حركة دورانية. يبقى كده الحركة بتاعت الأعلى للأسفل بتاعت البستون أنتج عنها حركة دورانية للعمود المتصل بكل واحد فيهم، زي ايه؟ زي بدل العجلة كده، نفس الفكرة بتاعتها. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها Solar Powered Stirling Engine. ده بيبقى عبارة عن Stirling Engine عادي زي اللي لسه شارحينه، بس بضيف له حاجة اسمها Solar Dish Collector. ده بيبقى عبارة عن large dish مليان أسطح عاكسة أو مرايات، كل واحدة فيهم محطوطة بزاوية معينة عشان تكونسنتريت السولار انرجي اللي جايالي على ال Stirling Engine. بستفيد أنا ايه من الموضوع ده؟ إن السولار انرجي دي تبقى هي ال heat source بتاع ال Stirling Engine اللي بتدرايف ات. زي عندي هنا ادي السن بتطلع لي السولار انرجي، تروح معكوسة على الدش، بعد كده تروح وصلة تاني للستيرلينج انجن. لو عايزين نعرف ايه الحاجات عندي اللي بتتحكم في الافيشنسي بتاع الانجن، هي في كذا حاجة عشان امبروف البرفورمانس، بس هنركز على 3 حاجات فيهم. اول حاجة هنتكلم عن الحاجات اللي فيها درجة حرارة. انا عندي increasing hot temperature في increase the efficiency، زي ما عندي في الجراف efficiency بتتناسب طرديا مع ال temperature. زي هنا مثلا ال temperature لو وصلت 1200 كلفن ال efficiency هتوصل ل 42%، بس لازم اخد بالي ان ال surface temperature مينفعش يزيد عن 1270 كلفن علشان ما بوظش ال engine. تاني اوبشن عندي هو ان انا اقلل ال cold end temperature عشان ال efficiency بتتناسب عكسيا مع ال temperature هي ال power. بعد كده الحاجة التانية انا ممكن اتحكم في ال efficiency عن طريق ال pressure. ال pressure بيتناسب طرديا مع ال efficiency، فانا لو عليت ال average cycle pressure ال efficiency بتاعتي هتزيد. Rankine cycle، في الاول كده لازم نعرف ان دورة كارنوت ودورة رانكل الاتنين دول تمت مناقشتهم في الثيرموديناميك تحت الهيت انجين. الهيت انجين دي اجهزة بتستخدم لتحويل الهيت تو ورك. كمان لازم نعرف الفرق بين دورة كارنوت ودورة رانكل. دورة كارنوت دي سيريتيكالي سايكل، ودي بتعطينا اقصى قدر من الكفاءة اللي بنقدر نحصل عليها بواسطة الموتور، انما رانكين سايكل دي براكتيكال سايكل وبتستخدم to compute real life devices. وكمان الكفاءة اللي بنحصل عليها في دورة رانكل بتكون أقل دائما من الكفاءة اللي بنحصل عليها في دورة كارنوت، ودي شامل هنشرحها بالتفاصيل قدام. دلوقتي خلينا نتكلم عن الرانكين سايكل، أو إن هي بتسمى الرانكين فيبر سايكل. دي عملية بنستخدمها في محطات الطاقة اللي بتشتغل بالفحم أو المفاعلات النووية، وبنستخدم فيها الوقود لإنتاج الحرارة بواسطة البويلر، وبيتم فيها تحويل الووتر لستيم، ثم بيحصل له بعد كده عملية اكسبانشن من خلال التوربينات وبينتج ورك. ونبقى عارفين برضو ان تم تطوير هذه العملية في عام 1859 بواسطة المهندس الاسكتلندي ويليام جي ام رانكين، وفيها بتتحول الهيت انتو ميكانيكال انرجي وبعدين بتتحول للالكتريستي باي الكتريكال جنريشن. كان بيستخدم الهيت سورس زي الكونسنتريتد سولار راديشن علشان يبروف الانرجي، وده هنشوفه دلوقتي. الرانكن سايكل دي بتكونتين فور بروسيس، الاولى من 1 لـ2 والتانية من 2 لـ3، ودي بتكون عمليتين مع بعض، والتالتة من 3 لـ4، وبعدين بترجع تاني من 4 لـ1، عشان كده قلنا هنا closed cycle. خلينا نتكلم عن اول واحدة من 1 لـ2، ودي بتسمى isentropic compressed ان ابامب. بيتم فيها ضخ الفلويد ده من ضغط منخفض الى ضغط مرتفع، وده بيتعمل بواسطه البامب، واحنا بنحتاج لطاقه قليله. والنقطه رقم واحد دي يعني النقطه رقم واحد بتسمى الساتوريتد ليكويد بوينت. وكمان لازم نعرف ان عشان البامب تشتغل لازم الانتري بتاعتها تكون ساتوريتد ووتر، لان هو لو دخلت اي فقاعات هواء بتاثر على البروبيلر وبيحصل مشاكل. كمان لازم نعرف ان احنا في الكيرف اللي قدامنا ده ان هو متقسم لمنطقتين، الساتوريتد ووتر اللي هي ساتوريتد ليكويد
اللي هو الجزء من صفر لحد الكريتيكال بوينت، الجزء اللي قبلها ده اللي هو من هنا كده لهنا، والجزء التاني اللي هو ساتوريتد فيبر اللي هو الجزء ده اللي هو المنطقة دي. البمب بتشتغل في المنطقة دي بس اللي هي من واحد لاتنين. المرحلة رقم اتنين اللي هي constant pressure heat addition into boiler. المرحلة دي متقسمة لخطوتين زي ما شفنا ورا دلوقتي، إن هي ممكن نرجع لها تاني، إن هي من اتنين لتلاتة A ومن تلاتة A لتلاتة. متقسمة مرحلتين ليه؟ لأن الساتوريتد ليكويد ده بيدخل البويلر، لما بيدخل البويلر بيتحول لفيبر، لساتوريتد فيبر. احنا كل حاجة هنا ساتوريتد لأن احنا بنتكلم في الكريتيكال، احنا بنتكلم في حاجة ايديال تمام. بس في النص النوع عشان يتحول من ليكويد لفيبر لازم بيحصل ارتفاع في درجات الحرارة، وده اللي هو من النقطة 2 للنقطة 3 ايه تمام. في المرحلة من 3 ل 4 اللي هي الايزنتروبيك اكسبانشن ان ا توربين، الساتوريتد فيبر ده بيحصل له اكسبانشن داخل التوربينات، لما بيحصل له تمدد داخل التوربينات بيفقد شغل وبيكون قطرات ماء. لما بيكون قطرات ماء طبعا قطرات الماء دي اللي هي دي ما ينفعش تروح للبمب على طول، يعني ما ينفعش مثلا ننتقل من نقطة 4 بعد ما نخلص البروسيس 3 4 ننتقل للبمب على طول، لأن هو بيكون فيه فقاعات هواء من المرحلة دي، المرحلة اللي هي من هنا لهنا داخل التربينات. واحنا عارفين ان البامب قلنا ان هي لازم الانتري بتاعها يكون ساتوريتد ووتر، فما ينفعش يكون فيه قطرات ماء لانه كده هيحصل مشاكل وهتأثر على البروبيلر بتاعتها، فعشان كده بنستخدم هنا الكوندنسر. الكوندنسر ده في المرحلة من 4 لـ1 ده بيستخدم علشان يحول السوبر هيتد ستيم زائد الووتر، بيحوله من ساتوريتد ووتر. ساتوريتد ووتر ده اللي بنستخدمه في البامب ويبدأ دورة جديدة. الكوندنسر ده بينتج عنه طاقة اللي هي كيو اوت، اللي هي كيو اوت دي. وهنا الاربع مراحل اللي قلنا عليهم اللي هو البامب والبويلر والتربين والكوندنسر، الاربع مراحل اللي بنعمل عليهم. وقلنا البامب مهمتها والبويلر والتربين والكوندنسر تمام. وده النظام بالظبط بيشتغل ازاي، يعني هو النظام بالظبط بيشتغل ازاي لحد ما يولد لنا الطاقة. كمان هنا خلينا نقول ان كفاءة رانكين دي محدودة لان هي بتحتاج لحرارة عالية، وان السائل ده السائل اللي هو بنستخدمه الووتر ده بنقدر نعمل له اعادة استخدام باستمرار، علشان كده يعني بنستخدم الووتر فيها. وكمان ده من السبب ان هي محطات الطاقة بتكون موجودة بالقرب من المسطحات المائية، ده مش سبب خالص، بس ده علشان الطاقة المهدرة، يعني هو بيطلع بيفقد طاقة في الكوندنسر اللي هي المرحلة من 4 لـ1 زي ما قلنا عليها ورا، بتخلينا علشان كده نعملها بالقرب من المسطحات المائية. الـ Rankine Cycle Efficiency تمام. في 3 طرق عشان أزود بيهم كفاءة الـ Rankine Cycle، وده قانون الكفاءة بيقول إن هو الكفاءة هتساوي الـ Work of Turbine minus الـ Work of Pump على الـ Qn. فاحنا معانا 3 طرق عشان نزود بيهم الكفاءة دي. أول طريقة بتقول الـ Decreasing الكوندنسر بريشر او هقلل ضغط الكوندنسر. في الدياجرام ده عندنا المسار من 1 لـ4 اللي هو بالاحمر ده، من 1 لـ2 ده بيمثل البامب، ومن 2 لـ3 البويلر، ومن 3 لـ4 التربين، ومن 4 لـ1 ده الكوندنسر تمام. فانا هنا هقلل ضغط الكوندنسر، يعني هخليها من 4 لـ4 داش، ومن 1 لـ1 داش. فبتقليل الضغط ده هيظهر عندنا مساحة باللون الأزرق ده، والمساحة دي اللي هي زيادة في النتورك أو الشغل الكل المبذول، وبالتالي بزيادة النتورك الكفاءة هتزيد تمام. بس ظهرت عندنا مشكلة إن هو في السايكل القديمة اللي بالأحمر دي كانت النقطة 4 كانت بالظبط على ساتوريتد فيبور، يعني كانت آخر مرحلة في مراحل التربين كانت للاخر كان يعتبر فيبر تمام. بعد عمليه التعديل 4 داش دي هنا هنلاقي ان الاكس قلت، اي معناها يعني ان المويستشر او الرطوبه زادت في الايه، زادت في الميكستشر الفيبر
ووتر، تمام. فوجود نقط المية دي هتأثر على الإيه، على بليتس التربين أو على مراوح التربين، وبعد فترة هتأدي إلى إيه، تآكلها، وهتقلل العمر الافتراضي لريش التربين. وده الشرح بتاع الكلام ده. الطريقة التانية عندنا اللي هي السوبر هيتنج ذا ستيم تو هاي تمبريتشر، أو هسخن الستيم شوية لدرجة حرارة أعلى. في الطريقة دي أنا هنا إيه، مش هزود البريشر بتاع البويلر، ولا هقلل البريشر بتاع الكوندنسر. انا هحرك بس نقطة 3 ل 3 داش، تمام. بتحريك النقطة دي هتظهر عندنا المساحة الزيادة دي كلها، ده زيادة في النتورك او الشغل الكلي المبذول، وبالتالي الكفاءة بتاعتنا هتزيد. وهنا المشكلة بتاعت الطريقة اللي فاتت اتحلت، اللي هو بتاعت كانت الاكس كانت قليلة في الطريقة اللي فاتت، تمام. هنا الأربعة داش كانت بالظبط اهي، يعني بعد التعديل الأربعة داش على الساتوريتد فيبر، وبالتالي قيمة الإكس زادت، فقيمة الرطوبة في الفيبر قليلة جدا، وبالتالي ما فيش نقط مية هتأثر على الايه، على التربين بليتس أو على ريش التربينة، فبالتالي مش هيسبب تأكلها يعني. بس ظهرت عندنا مشكلة تانية، ان احنا عندنا في السايكل القديمه كانت درجه الحراره اللي هتدخل للتربين اللي هي 3 العاديه كانت قليله شويه، او هي الماكسيمم تمبريتشر اللي استعملها التربين. بعد التطوير او بعد التعديل اللي عملناه اتحركت ل 3 داش، فزادت درجه الحراره، وبالتالي درجه الحراره الزياده دي هتسبب تآكل، او لو الماتيريال بتاعت التربين مش هتستحمل هتسبب تآكلها يعني. فانا حليت مشكلة الافشنسي، طلعت لي مشكلة تانية اللي هو بتاعت الماتيريال اوف تربين، فاحتاج مثلا كل فترة ان انا اغير تربينة او اتنين مثلا، فده برضو مش حل للمشكلة بتاعتي. تالت طريقة اللي هو الانكريزنج ذا بويلر بريشر، او هزود ضغط البويلر. لما رفع ضغط البويلر زود الشغل الكلي، تمام. وهنا ده النت ورك ديكريزنج، ده الشغل اللي قل وده الشغل اللي زاد، ففرق الفرق اللي بينهم طبعا لصالح الزيادة، فالشغل الكلي هيزيد، وبالتالي الكفاءة هتزيد في الايه، في الطريقة دي. بس هنلاحظ هنا انه ما زادش عن درجة الحرارة القديمة، يعني 3 و 3 داش في نفس ايه، نفس درجة الحرارة، تمام. عشان كده انا اصلا بعدل على المحطة اللي موجودة، فده هي ايه، هنحل المشكلة اللي فاتت بتاعة تآكل ايه، الماتيريال اوف تربينز، ماتيريال التربينة. وظهرت هنا مشكلة تاني، ان هو الاربعة داش اتحركت برضو ناحية الميكسد اللي هو الدوم او الفيبر دوم، تمام. فبالتالي قيمة الاكس قلت، والايه، نقط المية زادت في الفيبر، وبالتالي دي هتأثر على البليتس اوف تربين وهتسبب تأكلها. وده شرح الكلام ده. طيب ازاي اقدر احل المشاكل اللي فاتت دي كلها؟ احلها بالايديال ريهيت رانكين سايكل، او التسخين رانكين سايكل بس الايديال. فانا هنا في المرحلة دي هبدأ من اول نقطة، من عند ايه، من عند نقطة واحد، تمام. عند النقطة واحد دي أنا هبدأ السايكل بالبمب اللي خارج من الكوندنسر بضغط اسمه البي كوندنسر، يعني البي سي بي كوندنسر، تمام. وهدخل البمب، هبدأ يعني في النقطة دي بالظبط، بتبقى معانا الساتوريتد ليكويد في البمب. هتحصل عملية ايزنتروبيك كومبريشن، والعملية وده معناه ان الانتروبي ايزوتروبيك كومبريشن، ده اللي معناه الانتروبي كونستنت، تمام. فالبمب هيضغط، اللي هياخد الساتوريتد ليكويد وهيزود، هيرفع ضغطه، ويطلع هنا بضغط جديد عند نقطة 2 اسمه ضغط البويلر، تمام. الساتوريتد ليكويد هيدخل للبويلر، هيطلع منه سوبر هيتد ستيم بضغط، بنفس الضغط هو اللي هو ضغط الايه، البويلر. هيوصل لحد اول مرحلة اللي هي الهاي بريشر تربين. ففي التربين دي طبعا هو اللي داخل هنا البي بي او ضغط البويلر، هيخرج منه بضغط الريهيتر البي ار، تمام. في الهاي بريشر تربين ده بيقلل الضغط، فضغط الريهيتر اكبر من ضغط
بيقلل الضغط، فضغط البويلر اكبر من ضغط الريهيتر، وهدخل هنا بضغط الريهيتر في البويلر بمسار خاص في البويلر بضغط الايه، وهطلع بنفس البريشر. فعندنا الضغط اللي دخل اللي خرج بيه من التربين ودخل بيه البويلر وطلع بيه نفس البريشر، فبي 4 هتساوي بي 5 اللي خرج بيه هتساوي بي ريهيتر، التلاتة متساويين. هيدخل على المرحلة التانية بتاعة التربين اللي هو اللو بريشر تربين، هيخفض ضغطه هيخرج بضغط جديد اللي هو عند النقطة 6 اسمه ضغط الكوندنسر. الضغط اللي دخل بيه التربين الار هيتر اكبر من الضغط اللي خرج بيه من التربين الار كوندنسر، تمام. هيدخل الكوندنسر بنفس الضغط وهيخرج منه بنفس الضغط عند البوينت 1 اللي هو كان بادئ بيها بضغط الكوندنسر، وهكذا بقى. وده الشرح بتاع الكلام ده، وده الدياجرام اللي بيشرح العملية اللي فاتت دي. فأنا هبدأ هنا عند النقطة 1 بساتوريتد ليكويد وبضغط الكوندنسر، تمام. هيحصل بامب في من ستيت من 1 لـ2، ده البامب. في البامب بيحصل ايزنتروبيك كومبريشن. ايزنتروبيك كومبريشن معناها ان الاس كونستنت، لو بصينا هنا على الاكس اكسس ده محور الاس اللي هو الانتروبي، فهنلاقيه كونستنت هنا. ده العملية دي اسمها الايزنتروبيك كومبريشن، ده عند البامب، تمام. البامب هيرفع ضغط الساتوريتد ليكويد وهيدخله على البويلر. هيطلع من البويلر، هيدخل على البويلر من الستيت من 2 لـ3، هيطلع من البويلر بضغط جديد اسمه البي البي بي او البي بويلر، بضغط البويلر. هيدخل على اول مرحلة من التوربينات اللي هو الهاي بريشر توربين، هيحصل له ايزنتروبيك اكسبانشن. هنا خد بالك كان ايزنتروبيك كومبريشن، كان بيحصل له ضغط في البامب، هنا في التربين الاولى بيحصل له ايزنتروبيك اكسبانشن، تمدد. طبعا ايزنتروبيك ليه؟ لان هنا برضو الاس ثابت، الاس كونستانت، فهيخرج منه هيخرج منه بالار هيتر. يعني هيدخل هنا الاول اول تربين هيخرج منه بالار هيتر. فانا باخد الفيبر اللي خارج من التربين الاولى بعمله عمليه تسخين تانية عشان ارفع درجه حرارته تاني، تمام. فهيدخل في مسار خاص في الايه، في البويلر اللي هو ده الريهيتر. هيطلع اللي هو بي 4 هيساوي بي 5 هيساوي الار البي ريهيتر. وهنا هدخله على المرحله التانية من التربين اللي هو اللو بريشر تربين، هيحصل له برضه ايزنتروبيك اكسبانشن. الاس برضو هنا ثابتة، وهيخرج بضغط جديد اسمه ضغط الايه الكوندنسر هنا. فعملية الريهيت دي حلت المشاكل اللي فاتت اللي قابلناها كلها، اللي هي كانت مشكلة الحرارة الزايدة هتأثر على الماتيريال. هنا طبعا خد بالك ان 3 و5 على نفس الايه، نفس المستوى من درجات الحرارة. فحلينا مشكلة الحرارة الزايدة اللي كانت هتأثر على الماتيريال بتاعت التربين، وحلينا تاني مشكلة اللي هي بتاعت الاكس او المويستشر او الرطوبة. فالاكس هنا زادت وقريبة جدا من الساتوريتد فيبر، فالمية اللي في الفيبر قليلة جدا، فبرضه حلينا مشكلة المية اللي كانت هتأثر على ريش التوربينات. وده شرح الكلام اللي فوق ده. وهنا في الرانكين سايكل وجه الكونفرجن، ان هنا انا هقدر قدرت اخد الووتر حولته لستيم، ومن ستيم حولته لورك او هيت. فورك اقدر اترجمه اوصله شافت واترجمه يعني احوله للموتور، او الورك كده كده الكتريستي، او الهيت طبعا خدت ميه حولتها لهيت. في الحاله دي طبعا دي صوره من صور الكونفرشن. بس كده انا خلصت. لو في اي حاجة مش واضحة في الرانكين سايكل تواصل معايا وان شاء الله هقدر اساعدك. يعني هتكلم عن الكوجنريشن. اول حاجة هعرف هي ايه الكوجنريشن دي. هو انا عندي ان انا هستغل سورس واحد للطاقة، هطلع منه تو ابليكيشنز مختلفين من الطاقة دي، فزي الالكتريستي والهيت. فاعرفها اقول انها أقول إنها هنقول إنها sequential generation of two different forms of energy from a single primary energy source.
ساتش مثلا من الفيول. بالتحديد انا هتكلم عن الكومبايند هيت اند باور اللي هي سي اتش بي. اول حاجه هفرق بين الكونفنشنال باور بلانت والسي اتش بي. الكونفنشنال هدخلها سورس اوف انرجي بتطلع لي يوسفول الالكتريستي متكل 40%، وبقيه الطاقه اللي هتطلع على هيئه ويستد انرجي، مش هنستخدمها يعني ما بنستخدمهاش، فبتبقى ويستد عندي. اما في السي اتش بي بدخل مثلا الانرجي بتطلع لي يوسفول الكتريستي اند هيت بنسبه 90% وويستد انرجي 10%. هنشوف ازاي. في هنا مثلا عندي ال CHP system اللي هو generator، هدخل الفيول هيطلع لي electricity، والهيت اللي طالع عندي هعملها هدخلها في distribution unit، هتعمل لي هتطلع لي central heating system hot water supply او هستخدمها في اي application تاني حسب ال process اللي عندي. فبالتالي هتخلي عندي total fuel efficiency 85% أو من 80% وطالع، وال loss of energy من 10 لـ 15%. ال benefits بتاعتي أنا عندي ال cogeneration بيقلل ال waste of energy وبيزود عندي ال efficiency بتاعتي من over 80%، وبي save ال about 20% of on energy costs. في فيديو هنا بيشرح بطريقة أوضح يعني. Discover combined heat and power or CHP. It's one of the ways you can become more energy efficient in today's competitive business world and ever-changing energy market. The traditional ways of generating and transmitting electricity waste a lot of heat and are only about 35 to 50% efficient. But with on-site CHP generation, there's less waste and increased efficiency, typically over 80% efficiency. And you could save about 20% on your energy costs. You can also sell any excess electricity back to the grid. You'll see a rapid return on investment, and savings can be reinvested into your energy infrastructure, leading to even greater efficiencies. CHP can help protect your business from rising electricity wholesale prices and give you an alternative energy source. So how does it work? A generator fueled by natural gas or LPG produces electricity which can power your site. Normally, this creates excess heat which is wasted. The CHP captures the waste heat to warm your premises, or it can be used for cooling applications such as air conditioning by adding an absorption chiller. With us, you'll get a bespoke CHP solution that's just right for you. Payment options can be flexible, with no upfront capital needed. And at every stage of the process, from our first conversation through to installation and beyond, you'll have a dedicated specialist team to take the weight off your shoulders. So you... هنتكلم عن البرايتون سيركل. البرايتون سيركل يعتبر أصلاً أساس التعامل مع الجاس توربين. ايه الجاز تربين؟ ايه التربينات عموما؟ التربينات عموما انواع كتير. في منها بيشتغل عن طريق طاقة الرياح، نوع تاني بيشتغل عن طريق طاقة الغازات، نوع تالت يشتغل عن طريق طاقة الستيم، وانواع تانية كتير يعني. النهاردة هنتكلم عن الجاز تربين. ايه فكرة الجاز تربين اصلا؟ انا بجيب كمية من الوقود، تمام، وبحرقها مع نسبة معينة من الهواء عند ضغط معين. ايه بعمل كده ليه؟ عشان احصل منها على ورق معين انا هستخدمه. فانا دلوقتي عندي سيستم، السيستم بتاعي زي ما موجود قدامي كده، بيتكون من 3 اجزاء: الكمبريسور وغرفة احتراق والتربينة بتاعتي. فعند نقطة واحد اللي هي نقطة دخول الهواء للكمبريسور وبتحصل عملية ضغط، نقطة اتنين نقطة الخرج بالنسبة للكمبريسور وهي هيها نفس نقطة الدخل بالنسبة لغرفة الاحتراق. فانا دلوقتي هلاقي ان من نقطة اتنين لنقطة تلاتة بتحصل عملية الاحتراق او عملية اضافة حرارة للسيستم بتاعي. بس فبتحصل العملية دي عند نفس الضغط تقريبا، يعني عملية الاحتراق دي بتحصل تقريبا عند نفس الضغط اللي هو خارج من الكمبريسور. فهنا بلاقي ان الضغط من اتنين لتلاتة تقريبا متساوي. من نقطة تلاتة لنقطة اربعة دي عملية الحصول على الورك من التربينة نفسها. طب انا بحصل على الورك ازاي؟
بعد ما بعمل عملية الاحتراق بيخرج العادم الغازات اللي عندي بكمية ضغط كبيرة قوي، فبالتالي بتبقى عندها قدرة على انها تدور الريش التربينة، فبحصل منها على الورك. من نقطة 4 بيخرج العوادم من التربينة على شكل العوادم بتخرج زي الشكمانات مثلا في العربيات والكلام ده كله. طب انا دلوقتي عاوز اوصف الكلام ده بتو diagrams اللي هو ال T وال S وال B وال V. طب انا عشان اصلا اقدر اوصف بتو diagrams، عشان اقدر اصلا اعمل diagrams لازم يكون عندي السيركل كاملة. طب انا عندي هنا السيركل مش كاملة، عشان كده انا هفترض ان الاكزوست جاز اللي بيخرج من نقطة 4 ده بيتم اعادة استخدامه مرة تانية وبتحصل له عملية احتراق، تمام، وبتدور الدورة بتبقى كاملة، بتبقى عندي سيركل كاملة. طبعا ده في الواقع مش بيحصل، لان اصلا العوادم اللي بتخرج دي بتبقى مكونة معظمها من اول وتاني اكسيد الكربون اللي ما ينفعش استخدمهم في الاحتراق. اما مثلا الفريش اير اللي بيدخل اصلا للكمبريسور في الاول ده بيكون غني بالاكسجين اللي بقدر استخدمه في عملية الاحتراق. فانا دلوقتي هوصف التو دايجرام اللي عندي بين كل بروسيس والتانية. فانا عندي مثلا هبدأ من نقطة 1 اللي هي اقل ضغط، بتبدأ عندها عملية الضغط وبتكون اسمها الايزنتروبيك. ايزنتروبيك لان بيحصل عندي تغير في الضغط، تمام. دي اول نقطة. عندي الاس هنا الانتروبي بتكون ثابتة لان مفيش حرارة بتتغير. في نقطة 2 ده عملية اضافة حرارة سواء على البي في او التي اس دايجرامز، واتفقنا ان الضغط اصلا بيكون ثابت بالنسبة للبي في، بيبقى اسمها عملية ايزوبارك. اما بالنسبة للتي اس فطالما في زيادة في الحرارة يبقى الاس هنا بتزيد، لو في عندي سحب للحرارة فهنا الاس او الانتروبي بتقل. عند نقطة 3 بيحصل عملية الاكسبانشن للتربينة وبتكون الاس هنا عندي ثابتة. من نقطة 4 انا بخرج كل كمية الحرارة الموجودة عندي والعوادم، فالاس هنا عندي بتقل زي ما موجود كده قدامنا. نقطة 1 2 3 4 هنا بيخرج العوادم اللي عندي وبتخرج الحرارة اللي عندي، طبعا الاس هنا بتقل زي ما موجود كده. احنا قلنا ان طالما في تغير في البريشر بيبقى اسمها الايزنتروبيك، ما فيش تغير والبريشر ثابت يبقى اسمها ايزوبارك. هتكلم بعد كده عن حاجة اسمها ثيرمال افيشنسي. ثيرمال افيشنسي عشان اوصل للصيغة النهائية فانا محتاج امر بكذا مرحلة. مبدئيا الثيرمال افيشنسي بيساوي الورك دان على الهيت ان. الورك دان ده اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي الكيو نت. فانا عشان اجيب الكيو الكلية هي بتساوي مقدار الحرارة اللي دخلت ناقص مقدار الحرارة اللي خرجت، كيو من 2 لـ3 ناقص كيو من 4 لـ1 الكل على الهيت ان اللي هي كيو 2 لـ3. فيبقى عندي الثيرمال افيشنسي بيساوي 1 ناقص كيو من 4 لـ1 على كيو من 2 لـ3. فانا الكيو عموما بتساوي الام في سي بي في تي. فانا عندي الام سي بي في تي من 4 ناقص 1 على ام سي بي في تي 3 ناقص تي 2. هطير ترم الام سي بي ده مع الام سي بي وهيتبقى عندي الترم اللي هو تي 4 ناقص تي 1 على تي 3 ناقص تي 2. دلوقتي انا همر على 3 مراحل عشان اوصل للصيغة النهائية للقانون بتاعي. اول حاجة ان انا هوصف الثيرمال افيشنسي في ترمات للتمبريتشر ريشيو. تمبريتشر ريشيو يعني يكون عندي تي 2 على تي 1، تي 4 على تي 3، وهكذا. تاني حاجة ان انا هعمل هوصف كل بروسيس من 1 لـ2 من 2 لـ3 ومن 3 لـ4 في ترم للتمبريتشر ريشيو. تالت حاجة هسبستيتيوت للتمبريتشر ريشيوز اللي عندي كلها بالقيم بتاعتها. فانا مبدئيا اول حاجة عندي الثيرمال افيشنسي بتساوي 1 ناقص تي 4 ناقص تي 1 على تي 3 ناقص تي 2، بتساوي 1 ناقص تي 1، هاخد تي 1 فوق عامل مشترك وهاخد تحت تي 2
حمام مشترك هيبقى تي واحد تي أربعة على تي واحد ناقص واحد، وتحت هتبقى تي اتنين في تي تلاتة على تي اتنين ناقص واحد. تعالى دلوقتي تي تلاتة على تي اتنين مقبولة، تي أربعة على تي واحد دي مش temperature ratio اللي أنا عايزها، فتي أربعة على تي واحد رياضيا عادي بتساوي تي أربعة على تي تلاتة في تي تلاتة على تي اتنين في تي اتنين على تي واحد هيبقى ناقص واحد. بس كده خلصنا من أول خطوة. تاني خطوة إن أنا هكتب كل البروسيس اللي عندي في ترمات في temperature ratio. فمبدئيا في أول واحدة اللي هي الايزنتروبيك اللي هو بيحصل تغير في الضغط، عندي علاقة بين التمبريتشر والبريشيو والجاما. بيقول ان التي اتنين على تي واحد بتساوي البي اتنين على بي واحد أس الجاما ناقص واحد على جاما. طب انا البي اتنين على بي واحد دي اسمها البريشر ريشيو او الار بي، يبقى التي اتنين على تي واحد بتساوي الار بي أس جاما ناقص واحد على جاما. من اتنين لتلاتة اللي هي الايزوباريك بروسيس اللي هو عند البريشر انا ثابت، فطبعا عندي علاقة بتساوي البي اتنين في بي اتنين على تي اتنين بيساوي البي تلاتة في تلاتة على تي تلاتة، فانا هطير البي مع البي هيبقى تي تلاتة على تي اتنين بتساوي الفي تلاتة على الفي اتنين بتساوي، يبقى الفي تلاتة على الفي اتنين دي عندي اصلا هسميها الار في او الفوليوم ريشيو، يبقى تي تلاتة على تي اتنين بتساوي الار في او الفوليوم ريشيو. من تلاتة لأربعة اللي هي الايزنتروبيك بروسيس هي هيها من البروسيس من واحد لاتنين، بس هتبقى انفرس ليها، فهتبقى ال تي اربعة على تي تلاتة عندي بيساوي الار بي اس ماينس الجاما ناقص واحد على جاما. هشيل كل تالت مرحلة بقى، هشيل كل ترم من ال temperature ratio وأعوض بقيمته، يعني تي اتنين على تي واحد بتساوي ال ار بي اللي هي ال pressure ratio اس جاما ناقص واحد على جاما، و تي تلاتة على تي اتنين بتساوي ال ار في اللي هي ال volume ratio، و تي اربعة على تي تلاتة بتساوي ال ار بي اس ماينس الجاما ناقص واحد على جاما. فانا عندي الثيرمال افشنسي كده القانون اللي هو كان فوق خالص بتساوي واحد ناقص تي واحد على تي اتنين، هفتح قوس تي اربعة تي تلاتة في تي تلاتة على تي اتنين في تي اتنين على تي واحد اللي هو اصلا الترم عبارة عن تي اربعة على تي واحد ناقص واحد على تي تلاتة ناقص على تي تلاتة على تي اتنين ناقص واحد. هعوض هشيل كل temperature ratio واعوض بقيمتها، هيوصل معايا في الاخر ان ال thermal efficiency بيساوي واحد ناقص واحد على ال RB اللي هي ال pressure ratio أس جاما ناقص واحد على جاما. اتكلمنا عن السيمبل برايتون سايكل واتكلمنا عن ازاي بيشتغل وكده، بس احنا دلوقتي عايزين نزود الكفاءه بتاعه البرايتون سايكل. احنا عارفين ان الكفاءه كانت بتساوي الورك نت على الكيو ان. احنا دلوقتي قدامنا طريقتين نزود بيهم الكفاءه، يا اما ان احنا نعلي الورك نت، يا اما نقلل الكيو ان. طب احنا دلوقتي اول طريقه ان احنا نقلل الكيو ان، والطريقه دي اللي اسمها ريجنريشن. فكره عملها ان انا باخد الغاز الناتج من التربين واللي هي بتبقى درجه حرارته عاليه، بدخله في جهاز الريجنريتور، بخليه ان هو ينقل درجه حرارته ويرفع درجه حراره الغاز الناتج من الكمبريسور واللي داخل في الكومباشن شامبر. فايه الفكره ان انا ارفع درجه حراره الغاز اللي داخل الكومباشن شامبر؟ ان انا هوصل لنفس النقطه 3 بنفس درجه الحراره اللي هو محتاجها علشان التربين يعمل له ورك اوت، ولكن بوقود اقل. طب ما انا لما اقلل كميه الوقود يبقى انا بقلل من الكيو ان، يبقى انا بزود من الكفاءه. طيب لو بصينا على التي اس دايجرام هنلاقي ان هو نفس فكره السيمبل برايتون سايكل من 1 2 3 4 بس زياده 3 نقط اللي هي الخمسه والخمسه داش والسته. الخمسه قلنا هو الغاز بس بعد ما رفعت درجه حرارته من الريجنريتور هتلاقي هو اعلى درجه حراره من الاثنين عشان يخش في الكومباشن شامبر عشان يقلل لي من كميه الوقود عشان ارفع عشان اقلل من الكيو ان فارفع من الكفاءه بتاعه البرايتون سايكل. طيب اما لقيت خمسه داش دي، لو افترضنا ان انا ان الغاز الناتج من التربين نقل كل حرارته للغاز اللي داخل الكومباشن شامبر، لو نقل كل حرارته يبقى بالتالي هيبقى عندي حاجه اسمها 5 داش واللي هي بتساوي في درجه الحراره النقطه 4 اللي هي الغاز اللي خارج من التربين. بس هو ده فعليا ما بيحصلش، هو بينقل درجه حراره للغاز اللي داخل الكومباشن شامبر بس اقل من درجه، ما بيوصلش للماكسيمم اللي هو درجه الحراره الفعليه اللي هو خارج من التربين، بيوصل اقل شويه اللي هي الخمسه. فتلاقي درجه حراره الخمسه اقل من درجه حراره النقطه 4 اللي هي خارجه من التربين. بس لو افترضنا ان الريجنريتور كفاءته 100% فهو بالتالي هينقل كل درجه حراره الغاز اللي خارج من التربين للغاز اللي داخل الكومباشن شامبر، هيبقى اسمها 5 داش. طب ايه هي النقطه 6؟ وانا النقطه 6 هو النقطه اللي هي للغاز اللي خارج من الريجنريتور اللي بتبقى درجه حرارته اقل من درجه حراره 4 اللي فقط درجه حراره واداها للغاز اللي داخل في الكومباشن شامبر. طيب الاحظ هنا فرق الكيو ان في الجراف
ان هو كان في السيمبل كومباشن، اللي كان في السيمبل برايتون سايكل كان من 2 ل 3. طب لما انا زودت درجه الحراره بتاعه الغاز اللي داخل الكومباشن شامبر بقت للنقطه 5، فبقت من 5 ل 3. يبقى بالتالي من 5 ل 3 دي هو الكيو ان اللي انا عملتها بعد عمليه الريجنريشن، انما من 2 ل 3 هي كانت الكيو ان للسيمبل اللي هو من غير ريجنريشن. وانا كل ما ازود درجه الحراره المسافه او الكيو ان هتقل، هتفضل تقل تقل وافضل اقل درجه الحراره لحد ما توصل للايه، للخمسة داش اللي هي الماكسيمم، اللي هو اقصى حاجه ممكن يعملها الريجنريتور ان هو ينقل درجه الحراره في الغاز اللي خارج من التربين للغاز اللي هو داخل في كومباشن شامبر اللي هي الخمسة ايه داش. طيب من 2 ل 5، من 2 ل 5 دي هي الطاقه اللي هو عملها الريجنريتور، يعني هو دلوقتي قدر ان هو يوفر لي طاقه بدل من 2 ل 3 بقت من 5 ل 3، يبقى اللي هو وفره لي قد ايه؟ من 2 ل 5. فبالتالي لو جينا بصينا هنا اللي هي الكيو ريجنريشن، بس هي الاكشوال، فالاكشوال اللي هو من 2 ل 5 اللي هو وفرها لي، يبقى اتش 5 ناقص اتش 2. طب الماكسيمم قلنا الماكسيمم هناك بدل ال 5 هتبقى 5 داش، فبدل من 5 ناقص اتش 5 ناقص اتش 2 هتبقى اتش 5 داش ناقص اتش 2. طب ما احنا قلنا ان ال 5 داش دي هي نفس درجه حراره او نفس النقطه اللي الاربعه، بدل ما نقول 5 داش هنقول ان الاتش 4 ناقص الاتش 2. طب الافكتنس او الافكتيفنس للريجنريتور، هنقول ان هي الحاجه او الطاقه اللي هو وفرها لي على الطاقه الماكسيمم اللي هو كان المفروض يوفرها لي، تمام. فهنقول ان هي اتش 5 ناقص اتش 2 ناقص اتش 5 داش، وان 5 داش دي هي اتش 4، فهنشيل 5 داش ونحط 4 يبقى اتش 4 ناقص اتش 2. طيب افترضنا ان هو كله اير، ان هو مفيش غازات تانية، افترضنا ان كله اير، فهنقول ان هي تي 5 ناقص تي 2، هنتعامل بقى ان الطاقه هي درجه الحراره، فهنقول ان تي 5 ناقص تي 2 على تي 4 ناقص تي 2. طب الثيرمال افشنسي كانت في السيمبل كانت بتساوي 1 ناقص 1 على ار بي اس كي اي ناقص 1 على كي اي، فكان بيعتمد بس على الار بي. هنا هتبقى الثيرمال افشنسي بيساوي 1 على تي 1 ناقص تي 3 ار بي، هو هنا هيعتمد على الار بي والتي 1 والتي 3 بس. نفس الكلام هطبقه في الانتر كولينج والري هيتنج. الفكره هنا ان انا عايز ازود الورك اوت بتاع السايكل، فبالتالي هزود لي الورك نت، فبالتالي هزود الكفاءه بتاعه السايكل من القانون اللي احنا لسه قايلين. طب انا بزود الورك اوت ازاي؟ عن طريق ان انا بستخدم اكتر من تربين. لما بزود اكتر من تربين يبقى انا كده بضاعف الورك اوت بتاعه السايكل. طيب ايه فايده الري هيتر هنا، او هي عمليه الري هيتنج ايه لازمتها؟ ان انا لما بروح من النقطه 6 للنقطه 7 بيحصل عمليه اكسبانشن في التربين واحد، فلما بتحصل عمليه اكسبانشن في التربين واحد بيقلل لي من درجه حراره الغاز، فانا بستخدم الريهيتر ان انا برفع درجه حراره الغاز تاني لدرجه حراره مناسبه بحيث ان يعمل التربين 2 بكفاءه. طيب خلي بالك ان التربين 1 والتربين 2 بيعملوا بكفاءه، يعني لما بيدخل لهم الغاز بنفس درجه الحراره او بدرجه حراره يعني هي نفسها، فبالتالي درجه الحراره عند النقطه 8 هي نفس درجه الحراره عند النقطه 6، وبرده بيخرجوا نفس درجه الحراره، فبالتالي درجه الحراره عند النقطه 7 هي نفس درجه الحراره عند النقطه 9، وبرده باخد الغاز اللي هو خارج من التربين 2 اللي هو النقطه 9 ده بوديه للريجنريتور بينقل درجة الحرارة للغاز اللي رايح للكومباشن شامبر، علشان برضو ان انا اقلل كمية الوقود، فبالتالي ان انا اقلل من الكيو ان فازود من ايه، من الكفاءة. طيب علشان اوصل للنقطة 6 محتاج ضغط معين ودرجة حرارة ايه كبيرة. طيب علشان كومبريسور يوصلني للنقطة 6 انا محتاج كومبريسور عالي جدا، وان انا من القانون ان البي في الفي بتساوي الار في التي، ان انا كل ما بزود درجه الحراره محتاج سبيسيفيك فوليوم عالي، فمحتاج كومبريسور حجمه كبير، فبالتالي التكلفه كبيره. فبالتالي عشان هنا انا بستخدم اكتر من كومبريسور عشان اتجنب الحته دي، ان انا ازود في السبيسيفيك فوليوم بتاعه، في ان انا ايه ازود في التكلفه. طيب ايه فكره الانتر كولر هنا؟ ان الغاز اللي بيخش في الكومبريسور واحد بان انا بقلل الضغط بتاعه فبيزيد درجة الحرارة بتاعته، فلما بيزيد درجة الحرارة ما ينفعش ان هو يروح للكمبريسور 2، ان انا برضو من نفس القانون ان البي في الفي بيساوي ار في التي، ان انا لما بزود درجة الحرارة محتاج السبيسيفيك فوليوم عالية، فبرضو محتاج كمبريسور 2 يكون السبيسيفيك فوليوم بتاعته عالية، فبالتالي برضو هيبقى التكلفة بتاعته عالية. فانا بستخدم جهاز الانتر كولر ان انا بقلل درجة الحرارة بتاعة الغاز اللي خارج من الكمبريسور 1 عشان يخش كمبريسور 2 بدرجة حرارة اقل، فبالتالي ان هو هيقدر يوصل للضغط المطلوب للنقطه 6 وبدرجه حراره عاليه. لو جينا بصينا برضو على الجراف ده اللي هو التي اس دياجرام، هنلاقي ان احنا رحنا من النقطه 1 للنقطه 2 زي ما قلنا، اللي هو
العملية اللي عملها الكمبريسور واحد ان هو رفع لدرجة الحرارة ورفع للضغط، وبعدين راح من النقطة 2 للنقطة 3 هي اللي هي عملية الانتر كولر، وبعد كده من النقطة 3 للنقطة 4 اللي هو في الكمبريسور 2 فرفع لي برضه درجة الحرارة، فمن النقطة 4 للنقطة 5 اللي هو الريجنريتور لما رفع لي درجة الحرارة بتاعت الغاز اللي رايح للنقطة للكومباشن شامبر، ومن النقطة 6 للنقطة 7 اللي هي عملية الاكسبانشن اللي هي بتحصل في التربين واحد، وبعد كده استخدمت الهيتر او عملية الريهيتنج ان انا ارفع درجة الحرارة تاني، فراحت من النقطة 7 للنقطة 8، وبعد كده حصل الاكسبانشن التاني في التربين التاني وقلل درجة الحرارة من 8 ل 9، ثم استخدمت رجع تاني من 8 ل 1. برضه نفس الفكرة هنا ان 5 هي الريجنريشن، هي النقطة اللي هي قللت في زودت فيها درجة الحرارة بحيث ان هو يدخل الكومباشن شامبر بدرجة حرارة اعلى فقلل من الايه من كمية الوقود. وان احنا قلنا ان النقطة 9 اللي هي النقطة اللي خارجة من التربين 2 قلنا ان هي هتبقى درجة حرارتها اكبر من النقطة 5، ان احنا قلنا ان هي ما بياخدش ان هو ما بيبقاش ايديال جنريتور، فبالتالي مش هينقل كل درجة الحرارة، فقلنا ان النقطة 5 هتبقى اقل من درجة الحرارة من النقطة 9، وان هو لو ماكس ان هو بياخد كل درجة الحرارة بينقلها كلها من النقطة 9 للنقطة 5 فهتبقى اسميها 5 داش، وقلنا ان 9 ساعتها هتبقى بتساوي 5 داش. طبعا ده الجزء الثاني من برايتون سايكل. انا بس عايز افكركم بحاجه، ان هنا في السايكل بتاع الجيت بتاع في الجيت انجن السايكل، هنا الماتر نفسها او الاير او الجاز نفسه بيطلع وبيخرج بره السايكل نفسها. فده الاختلاف بين الاوبن سايكل والكلوزد سايكل. الكلوزد سايكل كل اللي فرق فيها ان السايكل عندي هنا مقفولة هنا، الماتر نفسها ما بتطلعش بره السيستم نفسه. زي ايه؟ زي الباور بلانتس. الباور بلانتس عندي بيحصل فيها، لو حد مش عارف شكل الباور بلانتس، بيحصل هنا انه في الجزء الاولاني منها انه بيتعمل لها هيت للميه هنا في الجزء ده، بعد ما يتحول لبخار، والبخار طبعا زي ما احنا عارفين بيتحرك بيروح لتوربين معين بيلفه. بعد كده في الجزء الثاني من السايكل بتبدأ ان يحصل لها ان اللي هي في الكومبريسنج، اللي هي في حته الكومبريسنج، في حته الكومبريسنج بقى بيبدا ان البخار ده يتكثف ويرجع ميه تاني من خلال كومبريسر معين وهكذا، وبتعمل له كولينج في تاور. بعد كده نفس الميه نفسها بترجع تاني للسيستم بتاعي بيتعمل له هيت، بعد كده نفس الايه البروسيس من اول وجديد تاني. فبس هو الاختلاف ما بين closed Brayton cycle والopen ان الدايره عندي ان السايكل نفسها مقفوله، الماتر نفسها ما بتطلعش بره السيستم، السيستم موجود، الاكسشينج بيحصل للحراره، يعني الثيرمال اكسشينج بيحصل جوه السايكل. طبعا في الجزء الاولاني الميه بتخش زي ما قلنا، الميه بتخش بتعمل لها هيت بتحول لبخار، ومن البخار الستيم ده بيحرك توربين معين بيحول انرجي بتطلع بره اللي هي بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، بس الماتر نفسها جوه بيتعمل لها كولينج، بيعمل لها هيت اكسشينج هنا، بناخد بتتبرد، ومن التبريد بتاعي بنبدأ نرجعها تاني في السيستم بتاعنا علشان تعمل لها هيت تاني مرة واتنين وتلاتة. بس شكرا.